السلام عليكم. في كتابها الشهير شمس العرب تسطع على الغرب، تتحدث المستشرقة الألمانية زيغريد هونكي عن اللغة العربية فتقول: كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرها الفريد؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا صرع سحر تلك اللغة، فلقد اندفع الناس الذين بقوا على دينهم في هذا التيار يتكلمون اللغة العربية بشغف، حتى إن اللغة القبطية مثلاً ماتت تماماً، بل إن اللغة الأرامية لغة المسيح قد تخلت إلى الأبد عن مركزها لتحتل مكانها لغة محمد. ويقول المستشرق هايود: إن العرب في مجال المعجم يحتلون مكان المركز، سواء في الزمان أو المكان، بالنسبة للعالم القديم أو الحديث، وبالنسبة للشرق أو الغرب. بينما يتحدث الكاتب الغربي ميلي عن بسالة اللغة العربية قائلاً: لم تتراجع اللغة العربية عن أرض دخلتها، وذلك لتأثيرها من كونها لغة دين ولغة مدنية. هذه بعض من شهادات لعلماء ومستشرقين وساسة من الغرب والشرق أبدت انبهاراً باللسان العربي وإمكاناته، لكن هذه الشهادات لم تغني لسان العربي من زهادة أهله به وإعراضهم عنه وميلهم إلى العامية، بالرغم من فقدان الأخيرة أي مظهر من مظاهر الجاذبية أو المدنية، حتى بات لسان العرب بحسب وصف أحد الكتاب غريباً في أهله غربة صالح في ثمود. امتدت العامية إلى كل ركن وزاوية في المجتمعات العربية، حتى غزت وسائل الإعلام والتواصل المجتمعي، ولم يسلم الأطفال من هجومها على الرسوم المتحركة. فلما يزهد العرب بلسانهم ويستبدلون العامية به؟ هل هو وعيهم المنقوص بأهمية لسانهم؟ أم انكسار أنفسهم واستلاب شخصيتهم؟ وماذا يترتب عن غياب لسان العرب وحلول العامية مكانه؟ هل ثمة أمل في الحد من استفحال العامية وإعادة ألسنة العرب رطبة بلغتهم الفصيحة؟ هذه محاور حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. ظهرت قضية اللهجات العامية وسيطرتها بقوة على الألسنة عند اختلاط العرب بشعوب البلدان الأخرى إبان الفتوحات الإسلامية ودخول شعوب هذه البلدان بالدين الجديد، كذلك حين احتل العاجم البلدان العربية. وبتأثير من هذا الاختلاط ومع مرور الزمن أخذت الألسنة بالابتعاد عن الفصحى، ذلك أن السمع أبو الملكات اللسانية كما يقول ابن خلدون. بعد ابتعادها عن الفصحى اقتربت الشعوب العربية من اللهجات العامية، فكانت لكل بلد منهم لهجته الخاصة به تقترب أو تبتعد عن الفصحى بحسب عوامل التأثير عليها. لقد دأب الاحتلال بكل أنواعه وطوال وجوده في البلاد الإسلامية على رعاية مخططات محاربة الفصحى وحصارها، وخاصة في المجالات التعليمية والثقافية، فعمل على إضعاف شأنها مادياً ومعنوياً، بل إنه استطاع أن يقضي عليها ويعزلها من بعض البلاد التي كانت تتحدث بها، حتى وصل الحال من سيادة اللهجة العامية على الفصحى أن العربي يحتاج إلى من يترجم له الكثير من الكلمات في بعض الدول العربية. التمادي في الدعوة إلى تشجيع العامية وإحلالها محل الفصحى بدا واضحا في أغلب القنوات الفضائية العربية التي لا تتحدث بالفصحى إلا في نشراتها الإخبارية التي يعتريها الكثير من الأخطاء فضلا عن الكلمات الدخيلة، وبات المتحدثون بالفصحى يشعرون بالغربة وسط سيل العامية التي غزت الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والصحف التي تكتب بها، وكتابة الشعر الشعبي أو النبطي الذي يعتمد على اللهجة العامية. في الوقت الذي تستبدل فيه الشعوب العربية لغتها الفصحى باللهجات العامية، فإنها تخسر سبباً من أسباب وحدتها وقوتها، فليس في العالم أمة عزيزة الجانب تقدم لغة غيرها على لغة نفسها. المهتمون بالفصحى يدعون بشكل متواصل إلى العناية بها من خلال وسائل الإعلام لدورها المحوري في التواصل، خصوصا تلك التي تحظى بأعلى نسب مشاهدة على مستوى العرب من خليجهم إلى محيطهم وغيرهم من بني جنسهم المنتشرين في أصقاع الأرض، إضافة إلى غير العرب المعنيين بهذه اللغة والمرتبطين بالدين الإسلامي. لكن وعلى الرغم من كل هذا الإهمال والهجر الذي تتعرض له اللغة العربية الفصيحة،
تبقى قوية وخالدة لارتباطها الوثيق بالقرآن الكريم الذي تعهد الله تعالى بحفظه. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ هيثم خليل. هيثم خليل الكاتب وفنان رسوم المتحركة، وعبر سكايب من الدوحة بعد قليل الأستاذ لؤي خليل أستاذ الأدب في جامعة قطر. أهلا بضيفي الكريمين. إذن لسان العرب يختفي ويزول تدريجيا من بين أبنائه، وهذه الحلقة من برنامج حديث العرب هي محاولة لتسليط الضوء على المشكلة ومعرفة أسبابها والتنبه إلى الحلول الممكنة لمعالجتها. لكن قبل الحديث عن الأسباب والأثار والحلول، لابد من معرفة كيف نشأت المشكلة ومتى كانت البداية، وهذا سؤال نوجهه للأستاذ سعد الجبوري المستشار التربوي، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول. أهلا وسهلا بكم أستاذ سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم لسان العرب ينحسر تحت وطأة هجوم اللغة العامية على ألسنة الناس، حتى في وسائل ينبغي أن لا تتسرب إليها العامية مثل وسائل الإعلام وحتى التواصل المجتمعي والرسوم المتحركة وأشياء كثيرة. قبل أن نسأل عن أسباب شيوع هذه الظاهرة، نسأل عن البداية، كيف بدأت العامية وكيف توسعت في حياة الناس بهذا الشكل المهول؟ بداية شكرا لكم ولقناتكم ولضيوفكم الكرام ولجمهوركم الكريم. المشكلة حقيقة قديمة، قدم الإسلام بعد نزول القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتبني العرب لحمل راية الإسلام ودعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد عهده الفاروق رضي الله عنه وانتشار الفتوحات الإسلامية دخلت أقوام كثيرة من غير العرب في الإسلام. فهذا مد الفتح الإسلامي باتجاه الشرق إلى حدود الصين وباتجاه الغرب إلى حدود إسبانيا، أدى إلى بالعرب أن يتركوا أرض الجزيرة العربية التي هي المحضن الأساس للغة العربية وهي مهده الأول. هذا السبب الأول وهو أهم الأسباب وأكبرها على الإطلاق. يأتي سبب متولد منه وهو كثرة العبيد والإماء من غير العرب الذين اختلطوا بالعرب، الذين سكنوا في الأمصار وسكنوا في هذه الديار التي فتحوها وأناروها بالإسلام وبالقرآن. النقطة الثالثة كثرة الأقوام مثل ما قلنا غير العربية التي دخلت، كانت يعني قبائل بكاملها تدخل في الإسلام ودول بكاملها تدخل في الإسلام خلال فترات زمنية متقاربة تقريبا. كل هذا أدى إلى أن الناس الذين يتلقفون اللغة العربية عددهم كبير، والأمة تدفع باتجاه توعيتهم وتعليمهم خدمة للقرآن وخدمة لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا سبب آخر. وكذلك يتولد سبب آخر هو كثرة المولدين من غير العرب داخل أمة الإسلام. هؤلاء أخذوا لغتهم من أمهاتهم أو من آبائهم، فهذا أثر تأثيرا كبيرا في اللسان العربي الفصيح. سبب آخر ربما نغفل عنه كثيرا هو مراحل الضعف التي مرت بها الأمة والجمود الحضاري التي عانت منه في مراحلها التاريخية الطويلة. مثل ما تعرفون جنابكم ويعرف الجميع أن مرحلة الجمود الحضاري تؤدي بالأمة التي تحمل مشروعا حضاريا أن تجمد على ما عندها، فبالتالي يدفع ذلك خصومها أن يتمددوا في مجالها الحضاري، فتكون هي أمة مغزوة في عقر دارها. هذا واحد من أخطر الأسباب على الإطلاق التي أدت إلى انحسار اللغة العربية. يعني أفهم منك أن القضية تراكمية. نعم تراكمية، ليس لم تكن وليدة في لحظة واحدة يعني، وإنما هي تولدت منذ فترة طويلة وتراكمت حتى وصلنا إلى الذي نراه اليوم، من أن اللغة العربية أصبحت ربما إن صح التعبير هي لغة غريبة على أهلها. طيب أستاذ سعد، في أخيرة إن سمحت تفضل لي تفضل. وهي أخطر المراحل على الإطلاق، مرحلة الاستعمار الأخيرة التي رافقت تعزيز الهوية الوطنية على حساب تعزيز الهوية الأمة الإسلامية، ودفع المستعمر الغربي باتجاه الخصوصية الوطنية وخصوصية القضايا الوطنية من أجل أن يدفع الناس أن يتبنوا اللغة العامية فينحسروا في يتبنوا اللغة العامية على حساب اللغة العربية فينحسروا في عاميتهم وينقطعوا عن محيطهم، وبالتالي يخرج جزء كبير من الأمة من دوره الحضاري.
هذا سبب آخر من أسباب ضعف لكن أستاذ اللغة سعد العربية. لو أذنت لي أستاذ سعد، يعني المسألة لم تقتصر فقط على اللسان، يعني لم يعد الناس العرب يكتفون بالحديث باللغة العامية على حساب لسان العرب الفصيح فيما بينهم، وإنما ظهرت دعوات وطبقت عمليا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل المجتمعي. نعم. ورسوم متحركة، بل انسحب الأمر حتى إلى المطالبة باستعمال اللغة العامية في الأدب. أريد أن أسألك عن تفسيرك لتفشي هذه الدعوات. ذلك يعني مثل ما تعرفون جنابكم أن الدوافع كثيرة جدا، بعضها دوافع شخصية، البعض يذهب إلى أنه رغبة في الشهرة والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المشاهدين والمعجبين والمتابعين، فيلجأ إلى أن يخاطبهم بلغة هي قريبة من مستواهم الفكري، وهذه حقيقة يجب أن لا ننكرها، أن الجمهور العربي كله أصبح يميل إلى اللهجة العامية على حساب اللغة العربية الفصحى، فرغبة البعض في أنه في الشهرة واستحواذ على المشاهدين والمعجبين وخطف الأضواء الإعلامية يلجأ إلى هذه المسألة، أنه يخاطب الناس بلغة يحبونها وهي قريبة من نفوسهم ولا تحتاج منهم إلى جهد كبير في التفسير والفهم والوعي. نعم. ثانيا، هناك رغبة عند البعض قد تكون قد أخطأت في مقصدها في بعض الأحيان تحت عنوان تعزيز الهوية الوطنية، فتعمل على تعزيز اللغة العامية التي هي جزء من الهوية الوطنية على حساب اللغة العربية الفصحى، فيعززونها بحجة أنها تخدم القضايا الوطنية وتخدم الهوية الوطنية، وبالتالي يقطعون هذا الجزء من الوطن العربي الكبير عن هويته الأصلية التي هي هوية العرب ولغته التي هي لغة القرآن ولغة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أستاذ سعد الجبوري، يعني شاركتنا طرفا من هذا الحوار، أشكرك على ما أفضت به، شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. أتحول إلى الاستديو. ربما قبل سنين ليست كثيرة، يعني لم يكن أحد من العرب يتوقع أن يأتي يوم وينشأ الأطفال ليشاهد رسوما متحركة باللغة العامية، سواء كانت هذه العامية مصرية أم سورية أم خليجية. طيب، برأيك من يقف وراء شيوع العامية في هذا القطاع المهم والحساس والحيوي؟ أنا باعتقادي أن أولاً رسوم متحركة هي عمل مكلف في الإنتاج، وبالتالي أكثر الجهات التي تقف خلف إنتاج رسوم متحركة هي وزارات الإعلام والثقافة، ويعني باختصار يعني تقف الحكومات أو السلطة بشكل عام هي من تقف وراء إنتاج رسوم متحركة، فإن كانت السلطة لها رغبة في إنتاج أعمال رسوم متحركة باللغة العربية فستحقق هذه الرغبة، لكن الواقع يقول أن الأمر كان في إنتاج باللغة العربية وأيضا كان إنتاج باللغة العامية، يعني أنا أتحدث هنا بشكل خاص على الواقع المصري، احنا من الدول اللي بدأنا إنتاج رسوم متحركة في البلاد العربية، وكان لنا إنتاج باللغة العربية وإنتاج باللغة العامية. دعم إنتاج اللغة العامية هو جزء من إرادة أو رغبة السلطة في تقديم الأعمال بهذه اللغة. يعني أعطي مثالا صغيرا، في مصر في التسعينات أنتجنا بضع مسلسلات أو بعض مسلسلات رسوم متحركة كانت جول لها باللغة العامية، جول لها مهتمة بالثقافة المصرية وليست الثقافة العربية، ربما كان هذا يعني نوع من مزيدا من الانغلاق حول الثقافة المصرية حول اللغة المصرية كما يسمونها، وجاء ذلك مع كل أسف على حساب الاهتمام باللغة العربية. يعني هل يمكن القول أن تفشي العامية في الرسوم المتحركة وراءه الوزارات والحكومات أم دخول القطاع الخاص على هذه الصناعة؟ القطاع الخاص دخل في الرسوم المتحركة بعد القطاع الحكومي يعني او القطاع العام. يعني هل تفشت العاميه في ايام الدعم الحكومي لرسوم متحركه ام عندما دخل القطاع الخاص على هذه الصناعه؟ يعني على العكس، القطاع الخاص دخل، يعني اعطيك مثال، القطاع الخاص قام بشراء رسوم متحركه يابانيه او اسيويه ثم دبلجتها باللغه العربيه الفصيحه. أما القطاع العام عندما قام بالإنتاج وليس بشراء يعني أعمال جاهزة، قام بالإنتاج باللغة العامية، فوجهة نظري أن السلطة هي التي رغبت في إنتاج ما يعبر عن هويتها وثقافتها
في هذا الوقت يعني. في سياق موجة الانغلاق الوطني ربما التي مرت بها بعض الدول. نعم نعم. طيب. في هذا السياق تحديدا نريد أن ننوع الحديث مع الأستاذ لؤي خليل، مع الأستاذ لؤي خليل أستاذ الأدب في جامعة قطر، هو معنا في الدوحة عبر الهاتف. أستاذ لؤي، إذا ما حاولنا أن نغوص عميقا في معرفة الأسباب التي تقف وراء شيوع العامية، هل هي جاذبية العامية إذا صح التعبير أم ثمة أسباب أخرى تقف وراء هذا الشيوع وانحسار لسان العرب بين أهله؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تحية لك أخي العزيز وللإخوة المشاركين وللإخوة المشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا. الحقيقة أنا يعني سأحاول أن أبدأ من حيث انتهى الإخوة الكرام. لعل الموضوع تفشي العامية يرتبط بسببين، سبب عام وسبب خاص. أشار الإخوة إلى بعض الأسباب الخاصة، لكن يمكن أن نذكر بعضا شيئا آخر غيرها. السبب العام مرتبط بتحولات كبرى تتعلق بالمجتمعات البشرية عامة، ومنها ما لاحظه علماء الاجتماع بأن المجتمعات العربية أو المجتمعات البشرية بدأت تتحول من أنظمة التفكير الصلبة إلى أنظمة التفكير السائلة، أنظمة التفكير التي تعتمد على القواعد إلى أنظمة التفكير التي تعتمد على المنافع، بمعنى من ثقافة الثقل إلى ثقافة الخفة، من الصعوبة إلى السهولة. مثل هذه القضايا، التحول من المعياري إلى النفعي، قد لا تشكل قلقا لدى ثقافات لا تهتم ببنية التفكير المعياري مثل ثقافات غير الثقافة العربية الإسلامية. لكن هذا التحول في الحقيقة هو تحول إشكالي في المجتمع العربي الإسلامي. قد لا ننتبه إلى هذه القضية إلا إذا ميزنا أو أشرنا إلى أن الثقافة العربية الإسلامية منذ نشأتها كانت تحاول أن تميز بين نوعين من المظاهر الثقافية، مظاهر ثقافية مركزية ومظاهر ثقافية هامشية. كانت تضع في الثقافة، في مظاهر الثقافة الهامشية، كل نص يخالف المعايير، سواء المعايير الأخلاقية أو الدينية، لكن المهم عندي الآن أنا أتحدث عن المعيار اللغوي. ولذلك قد يعجب بعض الناس عندما يعلم أن مثلا نص ألف ليلة وليلة كان نصا هامشيا في الثقافة العربية الإسلامية، ولكن يزول العجب إذا علمنا أن أحد أهم الأسباب التي دفعت إلى إخراج هذا النص خارج حدود الثقافة المركزية هو كسره للمعيار اللغوي. بناء على ذلك أريد أن أقول في الثقافة العربية الإسلامية لا مانع، في ثقافة المجتمع العربي الإسلامي لا مانع من وجود العامية، شريطة أن تبقى العامية ضمن حدودها المتاحة لها ولا تقترب من مساحات الثقافة، من مساحات العربية الفصحى المرتبطة بالثقافة. ما هذه الحدود المتاحة للعامية؟ نعم تمام، هذا الذي أريد أن أقول الآن. هذا ما يفسر أن الجاحظ نفسه، أن الجاحظ نفسه على الرغم من قيمته العالية، وكان يذكر بعضا من النكات ويشترط على من يروي النكتة أن يحافظ على عاميتها حتى لا يشوش على وظيفة الدعابة فيها، بمعنى أن الثقافة المركزية كانت تعترف بوجود العامية شريطة أن تبقى عند حدودها. ما هي حدودها الآن للثقافة، للغة، عفوا اللهجة، هذه اللهجات العامية؟ حدودها هي عدم الاقتراب من مظاهر الثقافة المركزية الرسمية، بمعنى وسائل الإعلام، الفنون، الآداب، التعليم، الخطابات الرسمية، الثقافة، المراسلات الرسمية، المؤتمرات، الخطب السياسية، إلى آخر ما هنالك، كل هذه المسائل. فمرة أخرى هذا التحول العام في المناخ العام الثقافي العام للعالم بعد العولمة أثر في التحول من التخفف من القواعد إلى الحياة النفعية التي انعكست على اللغة. هذا الإطار العام. الإطار الخاص كان قد تفضل به قبل قليل أحد الإخوة المشاركين، لعلي أذكر أمرا آخر وأقوي ما تفضل به، هو تراجع مكانة الثقافة العربية وهيمنة النموذج الغربي ولا سيما الإنجليزي على أنظمة التفكير. هذا ولد انطباعا لدى ابن المجتمع العربي الإسلامي أن التطور بالضرورة مرتبط بالثقافة الإنجليزية، وأن الثقافة العربية مرتبطة بالتخلف أو الجهل إلى آخر ما هنالك. وهذا خطأ مركزي، لأن أبناء الثقافة العربية الإسلامية لو نظروا إلى الثقافات الأخرى ماذا فعلت، لوجدوا أقرب نموذج إليهم هو النموذج التركي. منذ أن بدأت تركيا بثقافة التتريك منذ بداية القرن العشرين عمدت إلى اللغة التركية وتركت تقريبا كل العلوم حتى تستمر إلى الأمام. حتى الكيان الصهيوني، لو نظرنا إلى الكيان الصهيوني، أراد أن يحيي العبرية، فإن صح التعبير عبرنا العلوم، لم ينظر إلى لغته على أنها لغة دونية أو لغة أقل من المستوى. على هذا الأساس علينا أن ننتبه إلى هذين المعيارين أو هذين المظهرين في التحول العام والتحول الخاص.
جميل. طيب أستاذ خليل، يعني عطفا على ما قاله الأستاذ لؤي من قطر، يعني هل تلحظ أن هناك في الساحة العربية حتى على مستوى النخب والمثقفين وجود مزاج غير رافض لشيوع العامية حتى وصلت إلى مستوى الرسوم المتحركة؟ هل هناك مزاج عام يقبل بالعامية بحدود تتخطى الحدود التي تحدث عنها الأستاذ لؤي؟ طيب أنا أبدأ أولا بالاتفاق مع الأستاذ لؤي إن نحن لا نرفض العامية مطلقا في الفن، وإنما نقبلها بحدود كما أشار. من وجهة نظر أن هذه الحدود ببساطة أن يكون الأصل موجود، يعني ما دام الأصل هو اللغة العربية، هو اعتماد اللغة العربية في الإعلام وفي الفن وفي المراسلات الرسمية وكل ذلك، فلا مانع من استخدام اللغة العربية في أيضا في الفن أو في بعض وسائل الإعلام وفي الدعوة كذلك، يعني من باب ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. بعض الناس ضعيف، لكنك تخطيت الحدود التي تحدث عنها الأستاذ لؤي، وسعت الحدود أنت، وإذا فتحت الباب ربما لا يعود يغلق بعد ذلك. وسعتها بشرط، وهذا الشرط غير موجود يا أستاذ جهاد، وسعتها بشرط أن يكون الأصل هو اللغة العربية، وهذا الأصل غير موجود. يعني أنا أوافق على العامية بشرط أن يكون الأصل أن نحن نتحدث أو يعني طيب نعرض. معذرة أستاذ خليل، يعني قبل أن أذهب إلى الفاصل، برأيك من أسباب شيوع العامية هل وجود مزاج بين النخبة العربية المثقفة وخصوصا المهتمة بشأن لسان العرب، هل وجود مزاج ليس مباليا كثيرا بتسرب العامية وشيوعها؟ نعم لا شك وجود. نعم هذا المزاج. نعم أنا كنت أعتقد هذا المزاج موجود لأنهم يريدون أن يقتربوا من الإنسان العامي الذي ربما لا يفهم العربية جيدا، وعدم فهم العربية جيدا أيضا هي جزء من المشكلة التي نتحدث فيها، أنها يعني هو ضعف الاهتمام بها في التعليم، يعني ساعات التعليم في اللغة العربية قلت جدا مقارنة في هذا الزمان مقارنة بالستينات والسبعينات من القرن الماضي، وبالتالي هذا الجيل فهمه للغة العربية أقل كثيرا من اللغة العامية. أنا أقول ربما يكون هذا السبب أن هناك من يخاطب أو يستعمل العامية للوصول إلى هؤلاء. الله أعلم. طبعا نريد أن نبحث أخطار هذا الأمر، وإذا ما نعم. تسربت اللغة العربية من عقل الإنسان العربي، نريد نعم. أن نبحث أخطار هذا على الجيل العربي الجديد، هذا ما نبحثه بعد فاصل قصير، لنا عودة. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن شيوغ اللغة العامية وعن غربة لسان العربي في داره وبين أهله. طبعا نريد أن نذهب إلى قطر لنسأل الأستاذ لؤي، أو قبل ذلك لمزيد من التعليق على الموضوع ينضم إلينا إلى الحديث الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة جيرسون التركية. أهلا ومرحبا بكم دكتور حمدي. يعني حينما تغزو اللغة العامية قوما على حساب لسانهم الأصيل، وأخص هنا طبعا العرب، فعلى ما يجب أن نخشى؟ هل يجب أن نخشى على لسان العرب الذي يتعرض للتغييب والزوال، أم على الهوية، أم على شيء آخر هو أحق بالخشية عليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في الحقيقة عندما تغزو العامية البلاد العربية وتتغلب أو تكثر على اللغة الفصحى تتولد أخطار كثيرة، من هذه الأخطار الخطر الأدبي والعلمي، حيث إن الفصحى لها قدرة كبيرة على التعبير الأدبي والعلمي، لأنها تملك تاريخا أدبيا وعلميا غنيا بالمفردات والمصطلحات والتراكيب. أما العامية فإنها لا تملك شيئا من هذا، فلا نستطيع أن نحل العامية محل الفصحى بهذا. الخطر الثاني الخطر الحضاري، الإنسان الذي له تاريخ وماضي لا يمكنه
التغلب أو لا يمكنه أن يتنصل منه. فإذا حصل هذا اضطربت نفسيته، فما بالنا بأمة لها تاريخها وماضيها، واللغة الفصحى جزء أساسي من هذا التاريخ الحضاري للأمة، وهي لسان صرحها الثقافي الذي أنتجته عبر تاريخ طويل. الخطر الثالث الخطر العقدي، حيث إن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة باللغة العربية. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين ولا يفهم إلا باللغة العربية الفصحى، فإذا ما طغت العامية أو جعلت العامية مكان الفصحى فإن ذلك يكون له خطره العقدي الذي يفصل بين المسلم وبين كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الخطر الرابع الخطر السياسي والاجتماعي. اتخاذ الفصحى لسانا لأدبنا وعلومنا يوحد الأمة ويوثق عرى التواصل بين شعوبها ويصنع دعامة قوية من دعامات الوحدة والترابط بين هذه الشعوب، لأن الرابط الثقافية الذي يحققه التمسك بالفصحى من أقوى الروابط في تحقيق الوحدة والحب والتفاهم بين هذه الشعوب. فإذا ما طغت العامية فإن هذا يكون خطرا كبيرا على الوحدة السياسية والاجتماعية للأمة. الخطر الخامس الخطر اللغوي. اللغة العربية من اللغات العالمية الست التي هي معترف بها، ويقدم كثير من غير العربي على تعلم هذه اللغة. فإذا ما اتخذت العامية وطغت العامية وصارت لغة بدلا من العربية الفصحى فإن ذلك يكون له خطره الكبير جدا على الوحدة اللغوية بين الأمة العربية والإسلامية. نعم. نعم دكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة جاريسون التركية، أشكرك على مشاركتك معنا، شكرا جزيلا. أذهب إلى الدوحة أستاذ لؤي. يعني تحدث من إسطنبول الدكتور حمدي عن أنه هناك إذا شاعت العامية هناك خطر على اللسان العربي في ذاته، لكن أريد منك أن أفهم عن مستقبل لسان العرب في ضوء تفشي هذه اللغة العامية في كل مناحي الحياة، في كل مناحي حياة المجتمع العربي، أي مستقبل يتهدد هذا اللسان بين أهله؟ كريم، دعني إذا تكرمت أضيف إلى ما أشار إليه الأستاذ الدكتور حمدي. هناك مسألة قد تبدو أكثر خطورة مما ذكرناه قبل قليل، لن نعرفها ما لم نعرف العلاقة بين اللغة وأنظمة التفكير. لنقل أولا، لا توجد لغة بريئة، داخل كل لغة منظومة نسقية كاملة مغلقة ومستقلة. هذه المنظومة تؤثر في طرائق التفكير، ولذلك سعت كل المؤسسات الثقافية العالمية ودعت إلى أن الأسرة يجب أن تعلم أبنائها قبل سن 6 سنوات لغتها الأم، لأن معرفة اللغة الأم ستساعد على الانتماء إلى الجماعة الثقافية التي تنتمي إليها العائلة. فيصبح هناك نوع من الانسجام بين بنية التفكير اللغوية مع بنية التفكير الهوية التي ينتمي إليها الفرد. على هذا الأساس نعود الآن لنقل إن العربية الفصحى ذات بنية معيارية، أو لنقل إن الوظيفة المهيمنة فيها وظيفة معيارية، تؤثر في طرائق استعمالها وفي تطورها معا، على حين أن اللغات الأخرى مثل اللغة الإنجليزية على سبيل المثال لغة نفعية وصية، طرائق تناميها وطرائق استعمالها مختلفة بالضرورة عن العربية، وهذا ينعكس انعكاسا مباشرا على المستعمل. فأضرب لك مثال، تطور اللغة العربية مشروط بمعايير، معايير نحوية تركيبية صرفية دلالية. بمعنى عندما يأتينا جهاز جديد ونريد أن نوجد له مفردة مناسبة، نحن نبحث عن الأبنية الصرفية والأبنية اللغوية والمعنى الدلالي حتى نستخرج شيء ما، فنأتي بكلمة مكنسة على وزن مفعلة، نأتي بجوال على وزن فعال، لا نستطيع أن نأتي بكلمات ليس لها معايير، الأمر بخلاف اللغة الإنجليزية التي قد تقبل أمر لا يرتبط بمعيار محدد. ما معنى ذلك؟ معنى هذا أن حركة التطور للغة العربية تتصف بالتنامي
ولذلك يفهم اللاحق السابق، على حين اللغة الإنجليزية حركتها من طريق القفز، وهذا ما يسبب أن اللاحق لا يفهم السابق لأن التواصل هنا مقطوع. الآن لو نظرنا وقارنا بين بنية النظام في اللغة العربية الفصحى وبنية الهوية العربية الإسلامية في المجتمعات العربية الإسلامية لرأينا تطابقا، بمعنى عندما يفكر العربي في سلوك ما، يريد أن يفعل سلوك ما في المجتمع العربي الإسلامي، هو أولا يفكر بالمعيار الديني، هل هذا حلال أم حرام، ثم يفكر بالمعيار الأخلاقي، هل هذا عيب أو يجوز أو لا يجوز، ثم يفكر بالمعيار الاجتماعي. بنية الهوية لأبناء المجتمعات العربية الإسلامية بنية معيارية، الأمر ذاته موجود في اللغة العربية الفصحى. لا يستطيع المتحدث أن يتحدث العربية الفصحى ما لم يلتزم بمعايير محددة. كسر هذا المعيار سيؤدي بالضروره الى تشويش العلاقه بين من هذه البنيه، هذه البنيه المعياريه يعني نعم. كلام مهم حقيقه استاذ لؤي، لكن هذه البنيه المعياريه ربما انا عانيت من سؤالي الى اي مدى يمكن ان تتاثر وجودا من عدما بشيوع العاميه على ألسنة الناس. تمام، هذا الذي اقوله، العاميه للاسف تتصف ببنيه وصفيه نفعيه لا تنسجم مع بناء الهويه العربيه الاسلاميه. تخيل معي الفرد الذي ينتمي إلى المجتمع العربي الإسلامي ذو هوية معيارية، واللغة التي يتحدثها أو إن صحت عدها لغة العامية تتصف ببنية نفعية، هناك تعارض واضح سيؤدي إلى تشويش في الانتماء، وهذا سينعكس سلبا بعد ذلك في فهم معنى الانتماء وفي طرائق التفكير. نعم، طيب وضحت الفكرة، تشويش نفسي وفكري معا. طيب وضحت الفكرة أستاذ دعي. أستاذ هيثم، يعني عطفا على ما قاله، يعني هناك واضح أن هناك يعني إقبال متزايد على اللغة العامية أو اللهجة العامية كما يريد الأستاذ لؤي في قطر، استعمالها في الرسوم المتحركة، المداومة على استعمال العامية واستفحال هذه الظاهرة، الحديث بها على مسامع الأطفال، ماذا يترك من آثار على الجيل العربي الجديد؟ وأعني بالذات الخصائص النفسية والأخلاقية وإلى حد ما المخزون اللغوي. نعم، يعني حسب عدد من الدراسات فالرسوم المتحركة تشكل ما يقرب من 88% من مما يشاهده الطفل، فبالتالي هي من أكثر العوامل أو هي أكثر العوامل تأثيرا في الطفل، فبالتالي عندما وهي تؤثر بشكل كبير على المحصول اللغوي والقدرة على التعبير للطفل، وهذا أمر طبيعي. وحضرتك لو تتذكر في التسعينات أو فيما بعد ذلك كان هناك كثير من الأعمال الرسوم المتحركة المدبلجة اللي هي باللغة العربية الفصحى، وبالتالي أثر في لسان هذا الجيل، أصبح يعني يستعملون نفس المرادفات أو نفس الجمل التي سمعوها في الرسوم المتحركة. أما الآن ومع شيوع العامية أصبحوا يكررون المصطلحات العامية بدلا من المصطلحات العربية، هو مما أضعف اللغة عندهم. وكذلك أيضا حضرتك عارف ان الرسوم المتحركه اغلبها بلغه غير عربيه، جعل المحصول اللغوي عند الاطفال لديهم كثير محصول لغوي بغير العربيه اصلا، يعني وليس بالعاميه يعني. نعم، طيب يعني سنذهب الى فاصل، نتوقف مع فاصل الاخير ونستكمل بعدها ما تبقى من الحلقه. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. يشاركنا في الحديث عبر الهاتف في هذا الموضوع، في الحديث عبر الهاتف من إسطنبول، الأستاذ سمير عطية مدير عام بيت فلسطين للشعر وثقافة العودة. أهلا ومرحبا بكم أستاذ سمير. حياكم الله أستاذ الكريم وبارك الله فيكم على هذا الموضوع المهم. طيب، من واقع تجربتك في التعامل مع الأطفال، نرغب في أن تحدثنا عن أهمية اللغة بالنسبة للطفل بشكل عام، يعني أي دور تؤديه اللغة في تكوين الطفل ذهنيا ونفسيا وثقافيا؟ عندما نتحدث عن الطفل يا سيدي الكريم، نحن نتحدث عن مستقبل اللغة، عن مستقبل الجيل، عن مستقبل الأمة، وبالتالي عندما تؤسس للغة
اللغة في ألسنة الأطفال، في 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 وجدان الطفل، في في شفاه الطفل، في عقله، فأنت تؤسس للمستقبل. التجارب الإيجابية التي حدثت تعليميا وثقافيا وإعلاميا مع الأطفال بشرت بأننا نستطيع أن ننجز الكثير من العطاءات وأن نتقدم مراحل إلى الأمام، بدلا من أن نظل في جلد الذات في موضوع اللغة العربية. هناك تجارب ثقافية، هناك تجارب فنية، هناك تجارب تعليمية، هناك تجارب إعلامية. يعني يضيق حقيقة الوقت عن سرد نماذج ناجحة في هذا الموضوع، ولكن أعتقد جازما بأننا عندما ننجح، عندما يعني نستهدف الطفل فإننا ننجح، وعندما نغيب الأطفال عن مشروعنا في اللغة العربية فإننا نفشل ونهدد مستقبلنا. طيب في هذا السياق أستاذ سمير، يعني كيف يمكن وضع حد لاستفحال ظاهرة العامية؟ من أين ينبغي أن تكون البداية؟ وأنت لك يعني باع في مسائل الأدب وفي مسائل الإعلام. سيدي، أولا يجب أن نعترف أننا في مرحلة ضعف وتراجع حضاري في الأمة العربية والإسلامية، وهذا ينعكس بشكل رئيسي على موضوع اللغة العربية. الأمر الثاني، نحن أمة لها يعني رابط مقدس بدينها وبقرآنها الكريم، وبالتالي أحد العوامل الأساسية وبشكل مهم للغاية ارتباط الأمة بدينها بقرآنها سيكون ارتباطا وثيقا باللغة العربية، فالعامل الديني عامل مهم في هذا الأمر. الأمر الثاني، تكاتف المؤسسات. عندما تعمل المؤسسات بشكل تنسيقي بين الإعلام والتعليم وبين المجتمع وبين الثقافة، عندما يكون هناك التقاء على هذا الهم، عندما يكون هناك حراك تنسيقي مشترك ولو في حده الأدنى، أعتقد أننا نستطيع أن ننجز. إذن العامل الديني، العامل الاجتماعي، العامل الإعلامي والتعليمي والثقافي، هذه الأمور يجب أن نتجاوز مرحلة الجزر المعزولة في تعليم اللغة العربية للأجيال المختلفة. مشكلتنا يا سيد الكريم أننا نقدم مشاريع غاية في الأهمية للغة العربية، ولكننا نبدو من بعيد كأننا جزر معزولة، لا يوجد تنسيق فيما بينها، ولا يوجد مشروع استراتيجي من أجل اللغة العربية وتطويرها في هذا السياق. نعم، سمير عطية مدير عام بيت فلسطين للشعر وثقافة العودة، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى الدوحة. أستاذ لؤي، هل عمليا ممكن وضع حد لاستفحال ظاهرة العامية وإعادة الاعتبار للسان العرب؟ وإذا كان ذلك ممكنا فمن المسؤول عن هذه المهمة؟ نعم أخي الكريم، أولا أثمن ما تفضل به الأخ والصديق الأستاذ سمير، وأضيف إليه مسألة أن الأمر حقا مرهون بالعائلة من جهة وبالدولة من جهة أخرى، بمعنى أن العوائل تستطيع أن تنظم علاقة الأطفال مع اللغة العربية الفصحى أو العامية. يعني أضرب لك مثال، يعني نحن نستطيع في داخل بيوتنا أن نحدد أقنية معينة لأطفالنا يتعلمون من خلالها الفصحى، ولا أريد أن أقوم الآن بدعاية إلى بعض الأقنية، لكن نحن نعرف أن هناك مجموعة من القنوات تقدم الرسوم المتحركة باللغة العربية الفصحى، فأنا أستطيع أن أقصر رؤية الرسوم المتحركة على هذه التقنية، وقد جربت ذلك على أثنائي وعندي أنا ابني في الرابع الابتدائي يستطيع أن يتحدث الفصحى أفضل من بعض طلاب الجامعات، لأنه يقتصر على الرسوم المتحركة باللغة العربية الفصحى. هذه مسألة مهمة بيد العوائل تستطيع هي أن تفعلها، لا أن تشعر بالدونية وتلجأ إلى اللغة الأخرى. الأمر الآخر والأخطر والأهم هو أننا في مجتمعات مثل مجتمعاتنا العربية الإسلامية، حقيقة نحن نحتاج إلى قرار سياسي، قرار سياسي يضع سياسات للتخطيط اللغوي. هذه السياسات التخطيط اللغوي هي التي تستطيع أن تغير في المجتمعات، مثل القرار الذي صدر في قطر منذ نحو سنتين لحماية وتمكين اللغة العربية الفصحى. ميزة القرارات التي تصدر من الدولة أنها تأتي من الأعلى إلى الأسفل، بخلاف القرارات التي تأتي من المؤسسات. أخي الكريم، الإشكال أن المؤسسات ترتبط بالأرباح،
فالمؤسسات الربحية تحاول أولا قبل أن تضع لنفسها هوية لغوية تبحث في سوق العمل، فما يحتاجه سوق العمل سينعكس على سياساتها اللغوية التي تتبعها لأنها تسعى إلى المنفعة والربح. الأصل في الدول أنها لا تسعى إلى المنفعة والربح، هي تسعى إلى وضع هوية للبلد، هوية للمجتمع ترتبط بتراثها وهويتها. ولذلك عندما يأتي القرار السياسي فإنه يأتي من الأعلى إلى الأسفل، بمعنى أن تصدر مثل هذه القرارات من الأعلى إلى الأسفل إلى كل بنى المجتمع. عند ذلك يمكن أن نتحدث عن تأثير حقيقي للغة العربية الفصحى. ولنا مثال على ذلك، انظر الأمثلة التي جرت في سوريا سابقا في اهتمام الجامعات العربية في اللغة العربية الفصحى في التعليم، والمثال الذي ضربته لك قبل قليل الآن في مسألة التعريف الموجودة في جامعة قطر. وأعتقد أننا قريبا سنلمس الآثار الإيجابية هذه القرارات. أستاذ لؤي أرجو أن تبقى معي، أريد أن تحدثنا عن تجربة قطر وهي تجربة ثرية في موضوع حماية اللغة العربية، لكن ابقى معي أستاذ خليل. يعني الرسوم المتحركة أي دور يمكن أن تسهم فيه في ترسيخ الحضور اللغوي الفصيح في وجدان الأطفال العرب؟ أي دور؟ يعني كما قلت الرسوم المتحركة تلعب دورا كبيرا جدا في تشكيل هوية الطفل ومحصوله اللغوي، وفضلا عن يعني ما يعني تقدمه من قيم وأخلاق وتأثيرها في هذا الجانب يعني كبير جدا. فبالتالي دعم الرسوم المتحركة الناطقة باللغة العربية هي موجودة كما قال الدكتور لؤي، ولكن هي قليلة جدا جدا مقارنة بغيرها من الرسوم المتحركة سواء كانت بالعامية أو بغير العربية. فمن وجهة نظري أن دعم إنتاج الرسوم المتحركة باللغة العربية سيساهم بشكل كبير جدا في تشكيل هذه اللغة بشكل جيد عند الطفل العربي. جميل جدا، سأعود إليك أستاذ لؤي. حقيقة في ظل غياب الحواضر العربية التقليدية مثل القاهرة، دمشق، بغداد عن أداء دورها التاريخي في التمتين الحضاري للعرب، ثمة هناك دولة ناشئة هي قطر تقوم بمهمة كبيرة في حماية الثقافة العربية، التراث العربي، اللغة العربية. لو تحدثنا عن بعض يعني هذه المظاهر، وهل يكفي قطر أن تقوم بهذا الدور في ظل الربيع العربي الآن واضطرابات المنطقة التي تمر بها؟ نعم، ما تفضلت به صحيح، في ظل تراجع الأدوار التي كان يقوم بها العواصم الأساسية مثل دمشق والقاهرة. الحقيقة دعني أتحدث عن تجربتين في قطر. التجربة الأولى المعجم التاريخي الذي أنشأته قطر منذ سنوات، والذي يعنى بالتطور التاريخي للمعاني في اللغة العربية للمفردات. هذا مشروع أمة حقيقي بدأ منذ سنوات، وهو في حال ظهور أولى نتائجه سينعكس إيجابا وستظهر آثار إيجابية طيبة جدا على اللغة العربية. أنا أقصد من كلامي من هذا المثال أن أضرب مثلا عن الاهتمام الموجود في قطر ما يتعلق باللغة العربية. الأمر الآخر، القرار الذي صدر منذ سنتين في مسألة تمكين اللغة العربية وحماية اللغة العربية، من تفاصيل القرار أن كل الاجتماعات في كل المؤسسات الرسمية يجب أن تكون باللغة العربية الفصحى، كل المراسلات في هذه المؤسسات يجب أن تكون باللغة العربية الفصحى، اللغة الأساسية للدولة اللغة العربية الفصحى. لاحظ أن هذا سينعكس إيجابا على لغة التعليم وعلى احترام ابن البلد للغة العربية الفصحى، وما هذا ينظر إليها على أنها لغة دونية لا تستطيع أن تلبي الاحتياجات. دعني أضرب مثالا آخر أيضا، ما تفضل به الأخ الكريم لديك الآن في الحديث عن الأقنية وأنها قليلة، أنا معه بالضبط في أقنية قليلة جدا، لكن تعالي ننظر القناتان الأساسيتان الموجودتان اللتان تتحدثان باللغة العربية الفصحى هي الجزيرة وقناة هي الجيم وقناة براعم، وكلاهما من قطر. أقصد من هذا أن هذا المشروع القطري المتعلق باللغة العربية له مظاهر متعددة، لكنهما مشفرتان أستاذ لؤي، لكنهما مشفرتان، وهذا ما يحول دون انتشار الفصيحة بين الناس. نعم صدقت، هذا كلام صحيح. لذلك نحن الحقيقة يعني نشدد الآن ونرفع الخطاب ونرفع الصوت للمطالبة بفك هذا التشفير عن القناتين، لأنهما في الحقيقة ما بقي لنا كما تفضل قبل قليل الأخ الموجود لديكم في الاستديو، ما بقي لنا من أقنية تحاول أن تحافظ على العربية الفصحى سوى هاتين القناتين وقناة الأخرى سبيستون. ما عندنا غير هذه القنوات الثلاثة. ومسألة الرسوم المتحركة لاحظت أنك ألححت عليها في أكثر من سؤال، لأن هذا الإلحاح في مكانه. الفصحى إن لم تبدأ من الأطفال لم نستطيع أن نفعل شيئا. نعم طيب، أشكرك أستاذ لؤي، شكرا جزيلا. يعني أختم معك أستاذ خليل، يعني ما الذي يحول دون شيوع
قنوات على اليوتيوب أو قنوات فضائية للرسوم المتحركة تتحدث اللغة العربية الفصيحة وتنشر هذا الحس اللغوي للسان العربي بين الأطفال العرب بما يساهم بإعادة الاعتبار لهذا اللسان. يعني دعني أقول لك أستاذ جهاد أن الرسوم المتحركة كما قلت في بداية الحلقة هي مكلفة للغاية، تحتاج إلى دعم دول. الولايات المتحدة وهي يعني من أكبر دول العالم إنتاجا للرسوم المتحركة، قامت الحكومة الأمريكية في الخمسينات والستينات والسبعينات بدعم كبير جدا من الكونجرس الأمريكي إلى منتجي أعمال الطفل بشكل عام والرسوم المتحركة بشكل خاص حتى يصعدوا بهذه الصناعة. هذه الصناعة تحتاج إلى دعم كبير على مستوى الدولة وليس على مستوى الأفراد. توجد بعض القنوات ولكنها كلها إنتاج محدود، إنتاج خاص محدود وليس إنتاج واسع، لا يكفي بالتأثير ولا يكفي للوقوف أمام هذا التيار الآخر أو هذا الأعمال الأخرى باللغة غير العربية أو باللغة العربية العامية. لكن أستاذ هيثم يعني لا يعقل 22 دولة عربية وثروات طائلة وعدد يعني يكاد يجاوز 400 مليون نسمة، هل يعقل أن يكون هناك فقط قناتان للرسوم المتحركة باللغة العربية الفصيحة، قناتان محترمتان طبعا فقط يعني البراعم وجيم؟ والله أستاذ جهاد اللغة والاهتمام باللغة هي من سمة الحضارات الكبرى في ألمانيا وتركيا واليابان على وجه الخصوص الدول الثلاث. هذه الدول ترفض تماما عرض أعمال الرسوم المتحركة في دور السينما عندها إلا بلغتها، لا توجد فيلم سينمائي تركي بأي لغة كانت إلا يعرض باللغة التركية في السينما التركية حرصا على هوية الطفل وتعلمه اللغة التركية الصحيحة. وكذلك الوضع في ألمانيا بريطانيا يعني حتى الآن يعني لا يعني قرأت تقريرا أنه بريطانيا يمكن من الدول القليلة أو ربما الكثيرة أيضا لا توجد فارق بين اللغة المكتوبة واللغة المحكية في الشارع. نعم، ورسوم المتحركة البريطانية كلها باللغة البريطانية الفصيحة والأصيلة، ويعني ولهم قنوات عديدة مشهورة على اليوتيوب يعني ضخمة الإنتاج بشكل كبير جدا كلها باللغة. حتى أنا ابنتي تشاهد يعني هذه القنوات، كنت أتحدث بإنجليزية أمامها في التليفون أصبحت يعني بتصلح لي اللغة، بتقول لي لا أنت كده تعلمتها من الرسوم المتحركة. وأرجو أن لا يكون هذا الكلام ترويجا للحضور. لا أبدا. شكرا جزيلا مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه، نرجو أن نكون قدمنا النافع والمفيد في نهايتها. أشكر ضيوفي الكرام الأستاذ هيثم خليل الكاتب وفنان الرسوم المتحركة معي في الاستوديو، وعبر الهاتف من الدوحة الأستاذ لؤي خليل الأستاذ الأدب في جامعة قطر. كما كذلك الشكر لضيوف الذين شاركونا الحوار في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. في حراسة الله.